ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنكمل حديثنا مع الشيخ احمد الصباغ، وكان بيقول لنا بقى على الوجبه الدسمه اللي ازاي ان شاء الله نحقق بيها لين القلب، فاشرحها لنا بقى دلوقتي. اتفضل يا شيخ احمد. سيدنا الحسن البصري واحد راح يقدم له مرض اسمه قسوه القلوب، فقال له عليك بورق الصبر. الورق يعني ايه؟ عليك بالايه؟ بالصبر. يعني هو بيجيبها له بطريقه بلاغيه جميله، وعصير التواضع. يبقى محتاجين صبر ومحتاجين ايه؟ تواضع. تواضع. ضع ذلك كله في إناء التقوى. محتاجين تقوى. تقوى. كلام جميل. أوقد عليه نار الحزن. كلام جميل. صفيه بمصفات المراقبة. راقب رب العباد سبحانه وتعالى. بعد ما خلاص هتصفيه. صفيه بمصفات المراقبة. طب وبعدين؟ قال لك وابعد نفسك عن الحقد والجزع، وقال بالظبط وتمضمض بالورع تشفى من مرضك بإذن الله. سبحان الله. لأن دي أمراض قلوب، خد بالك. طبعاً. أمراض القلوب أصعب من أمراض الأعضاء. أمراض الأعضاء ليها علاج يا شيخ أحمد، وممكن تتعالج، إنما أمراض القلوب دي محتاجة مجاهدة. مجاهدة. ولذلك ربنا يقول في قلوبهم للمنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أمراض القلوب نقرأ بها في سيدنا الشيخ أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. قصة كبيرة أوي، قصة كبيرة. ولا أقصد عضلة القلب اللي هو مرض القلب ده، ولا ربنا يشفي كل مريض. لا، أنا أقصد القلب اللي هو علاقة بين الخالق وبين المخلوق والخالق، بين العبد وربه. فخلي قلبك لين، لأن لو قلبك مش لين ربنا هيوعدك برضو بصاحب القلب القاسي. طبعا. ما هو كما تدينه إيه؟ تدان. وخد بال حضرتك سبحانه. عجبني برضو شيخ أحمد بقى فكرة إن أنت بتقول يعني لين القلب محتاج تدريب. فكرة إن أنت تروح وتشوف الأماكن بقى اللي هي محتاجه فعلا. ان انت تدرب نفسك عليها، والنظر للاقل. والنظر للاقل. أيوة. فهو ده اللي هيدربك، وده اللي هيخليك انت فعلا قلبك يلين. بس عملي بقى. معنا تقرير استاذنك بقى لجامعه مفيش احسن من كده يا شيخ احمد. تدريب عملي بقى على فكره اللي حضرتك بتقول عليه. نعم. زور بقى المستشفيات، تشوف الاماكن اللي فعلا محتاجه، والاماكن اللي فعلا بتخفف الالم عن الناس، فقلبك فعلا هيرق ويلين. نعم. لما بتشوف مريض وانت تبقى معافى، او حتى انت مريض بس اقل، يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقه. صلى الله عليه وسلم. واحلى صدقه صلى الله عليه وسلم تداوي بها مرضاك ان انت تعالج مريض. يعني شوف مريض انت تقف جنبه، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقف جنبك ويشفيك. لان الجزاء من جنس العمل. قال تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ولما يكون فقير يا استاذ مصطفى هو محتاج اراد. فلما يبقى 2 في 1 فقير ومريض كده الموضوع بقى جديد قوي عليه. يبقى زي بقوله خبطتين في الراس ايه؟ توجع. ده مريض. وكمان ما عندوش فقير بقى الحاجه اللي يتعالج بيها. عليك. بقت ولا الفقير بس محتاج لقمه، محتاج شويه ميه، محتاج سقف، محتاج بيت، وده برضه بتقوم بيه برضه الجمعيه. لكن لما يبقى كمان مريض، ده في ناس مرضى مصطفى ما بيبقاش معاهم المواصلات يروحوا بيها المستشفى. وده ناديت بيها قبل كده وهنادي بيها تاني. عايزين نعمل مواصلات خاصه لمستشفى البر والتقوى في دمياط بصراحه. يعني مواصلات خاصه يعني عربيات تبقى خاصه تجوب المحافظات، تجيب المرضى وترجعهم. ودي صدقه جاريه. الدكتور عماد كان بيقول لنا دايما لما بقى معانا بيقول ان هي مش معموله لاهل دمياط بس او للمحافظات. أيوة. المجاوره. نعم. لك هي موجوده للناس حتى لو من اسوان. أيوة. هتيجي. نعم. هنبعت عربيه وتجيبه كل حاجه. وعايزين بقى نكمل الاجهزه علشان العمليات تشتغل. بدل ما نكشف في العيادات الخارجيه بس، واللي عنده عمليه يروح القاهره ولا يروح اسكندريه ولا يروح مثلا بعيد ولا طنطا ولا مكان. لا، انا عايز المستشفى يبقى فيها زي ما بيقولوا اكتفاء ذاتي. ارقام غاليه يا شيخ احمد. بس الاجهزه دي مش غاليه على الله طبعا. يعني سبحان الله، كنت لما اتكلمت مع حضرتك والدكتور عماد، فكان بيقول احنا كنا بنحلم بمستشفى اسمها البر والتقوى في دمياط. والحمد لله الحلم اتحقق. وان شاء الله مش هنقول بنحلم، احنا متوقعين ان اهل الخير اللي بيسمعونا واحد يقوم بجهاز، بربع جهاز، بنص جهاز، على قد ما تقدر، صدقه جاريه. وكنت شايف انا دلوقتي في التقرير ان دي على روح فلان ودي على روح فلانه. حاجه جميله، حاجه جميله. اسماء مكتوبه كده عشان برضه يبقى ليهم جميلة. ناس تدعي لهم، وبرضه المتبرعين يروحوا يشوفهم. صح. سبحان الله. وعندك حد مش مقتدر او مش مستطيع يروح يكشف. الموضوع مفتوح للجميع. انا عايز يبقى المستشفى المريض المحترم الكويس يدخل المريض اللي هو الفقير المريض يلاقي من باب المستشفى. يلاقي كل حاجه موجوده، ما يضطرش يسافر طبعاً. وده باب عظيم للين القلب طبعا. عايز بقى اجهزه الاشعه، اجهزه السونار، الاجهزه اللي ناقصه، لان انا سالت يا ترى العمليات الداخليه عمليات يعني جراحيه تتم في المستشفى
المستشفى قال لي لسه احنا متوقفين عشان اجهزه. لا انا عايز المستشفى تشتغل لله سبحانه وتعالى مش لبشر لله. ربنا ينفع بيهم ان شاء الله. برضه في محور ثاني مهم برضه شيخ احمد, فكره المحطات التحليه اللي بتقوم بها جماعه البر والتقوى اللي هي برضه باب عظيم جدا للين القلب. مفيش اعظم من انت برضه تشرب حد كوبايه ميه نظيفه. نعم بالظبط, برضه حاجه كبيره جدا عند ربنا. احنا معانا تقرير كده نبص عليه ونرجع نقول عليه مع حضرتك. اتفضل.